الفنانة القديرة إنعام الجربتلي. مساء الخير. أهلا، مساء النور. يعني فنانة إنعام الجربتلي، حضرتك يعني مش عايزة أقول لك منوراني، وحشة جمهورك جدا. الله يخليكي، انتوا المنورين وجمهوري الجميل منور الدنيا كلها. في البداية طمنينا على صحة حضرتك. أنا الحمد لله كله كويس، الحمد لله. طالما كلكم كويسين ومصر بخير يبقى احنا بخير. تستاهلي الحمد يا حبيبتي. الجمهور بيحبك، بيسأل عليكي، بيقولوا الأستاذة إنعام فين؟ أنا الحقيقة بحبه جدا، و يعني إن شاء الله في تواصل بيننا وبين بعض، والتواصل طبعا مش مفقود، لأن أنا لما بمشي في وسط الناس بيكلموني وبنتصور مع بعض وكل حاجة. لكن عايزة أقول إن الأدوار المتاحة بالنسبة لكبار السن زي جيلنا إحنا بقت إلى حد ما قليلة. ليه؟ لأن دلوقتي معظم شعبنا 60% منه شباب، فطبعا اي مؤلف او اي مبدع عايز يكتب هيكتب عن مشاكل الشباب اللي هم عايشين دلوقتي، وخصوصا ان مشاكل الشباب كتيره قوي، فهم بيحاولوا ان هم يتواصلوا مع الشباب. لكن بنبقى كبار السن بيبقى الى حد ما زي عايز اقول ايه، زي الديكور كده، زي الاكسسوار، يبقى بيكمل الصوره، يعني ما بيبقاش هو الاساس، هو بيكمل الصوره. الا اذا كان بقى في حاجه مؤلف شافها بيعمل فيه نوع من المقارنه بين الاجيال، وان الجيل الجديد بيرفض الحاجات الكثيره بتاعت الجيل القديم، بيقول لهم لا، انتوا لما كنتوا عايشين في زمانكم احنا زماننا مختلف، ومش ممكن ابدا نبقى زيكم وانتوا تبقوا زينا. فالى حد ما ممكن لو كان المؤلف يقدر يعمل المقارنه بين الجيلين. طيب انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، مفيش حكايه اجتماعيه بتخلص من مكان ان ما يبقى في حكايه ما فيهاش ام، ما فيهاش جده، ما فيهاش حما. مين اللي بقى بديل ليكو؟ مين؟ لا، ما هم دلوقتي بيعملوا مشاكل الشباب مع بعضهم. يعني ما بيحاولش يجيب مثلا الام، زي ما قلت لحضرتك بتبقى ايه عامل مساعد، بيبقى ايه بكمل الصوره. انا بكمل الصوره بعيله، عيله اب وام واخوات، حتى لو كان الاخوات اللي موجودين دول ما لهمش دور، لكن يكملوا الصوره بالنسبه للبطل او البطله او الابطال المساعدين يعني. لكن لحد ما هم ما بيركزوش قوي على الجيل اللي جيلنا او الجيل اللي قبلنا. للاسف يعني. هو الفن له عمر يا استاذه انعام؟ لا طبعا، ملوش عمر. ملوش عمر لغايه ما اخر اخر نفس في حياه الفنان، وهو بيدي وبيعطي، العطاء بالنسبه له ملوش حدود. حبيبتي ربنا يديك العمر والصحه. كلميني بقى عن مشاركتك في مسلسل بين السطور واللي بيتعرض حاليا، وده طبعا بعد فتره غياب. بين السطور الحقيقه انا كنت سعيده جدا، لان كل العاملين في العمل شباب، ودي كان الحقيقه كنت مبسوطه قوي منهم، لان هم الحقيقه كانوا شباب واعي جدا. وبعدين المخرج اساسا مونتير، فهو الحقيقه يعني شخصيه مبدعه جدا، وعنده رؤيه جميله، وعينيه عايزه اقول ايه، عينيه بتشوف بشكل كويس قوي. يعني هو عارف يحط الكاميرا بتاعته فين، زوايا الكاميرا بتاعته بتبقى ازاي. كواليس مع صبا مبارك عامله ايه؟ نعم؟ الكواليس مع صبا مبارك عامله لا، للاسف ما كانش فيه مشاهد بيني وبين صبا، يمكن يكون مشهد واحد بس في وفاه ابني اللي هو المفروض محمد علاء، اللي هو بطل الرمايه على مستوى العالم. ايوه، فهو ده المشهد الوحيد، وكنا المفروض في الجنازة ومش الجنازة يعني، فما حصلش فيه لقاءات بيني وبينها للأسف يعني. طبعا كان نفسي أبقى متواصل معاهم، لكن بشكل عام أنا التواصل كان معايا مع مجموعة شباب ومع محمد علاء. الحقيقة كلهم ممتازين ممتازين، حققتي نجاح كبير. قصة الإخراج ممتاز، والإنتاج والتصوير كله حلوين، ومتعاونين مع بعض بشكل كويس قوي، واعتقد ده انتوا حاسينه من خلال الصوره اللي انتوا بتشوفوها. احنا بنحب حضرتك، وانت من الجيل اللي يعني بيدخل قلوبنا بدون استئذان، ليكوا بصمه في اعمالكم. انا اللي بحبكم جدا جدا جدا، والتواصل بيبقى موجود حتى لو على المستوى زي ما قلت لحضرتك، واحنا
في الشارع واحنا ماشيين في الشارع، الناس بتتكلم معانا وبتتكلم طبعا معاها، طبعا يعني مش قافلين نفسنا وحاطين نفسنا في مكان وعازلين نفسنا، لا 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 ابدا. لكن بقول لحضرتك ان الكتاب دلوقتي بيهمهم ان هم يتناولوا طبعا مشاكل الشباب. حققتي نجاح كبير في مسلسل راجل وست ستات، الله يخليك، كان نجاحكم كبير، والست كوم ده كان بوابه كبيره لاعمال كتير. ليه ما كررتش التجربه؟ يعني مع حد تاني، مع ابطال تانيين؟ الحقيقه انا مش عارفه الاسباب اللي خلت ان هم توقفوا، رغم ان هم كانوا المخرجين حصروا حضرتك في ادوار الكوميديا؟ لا ليه، انا عملت العائله ما كانتش كوميديا، عملت اولا الاعمال اللي انا كنت ابتديتها في حياتي كانت كلها الاعمال التاريخيه والدينيه، فده يمكن يكون الى حد ما الناس ما كانتش، كان جمهور محدود اللي بيتفرج على الحاجات دي زمان. فلو لكن دلوقتي ممكن لو احنا عملنا حاجات تاريخيه او دينيه تلاقي الاقبال عليها هيكون احسن. لكن عزيز. زمان عشان كان كتير التاريخيه والدينيه كان كذا عمل بتلاقيه موجود في وقت واحد. فكنت انا بشتغل كتير اعمال دينيه وتاريخيه. بجانب ان انا كنت برضو مركزه على الميكروفون الاذاعه. طيب في تصريحات طلعت على لسان حضرتك ما ينفعش تبقي معايا وما تقوليلناش كان وجهه نظرك ايه، او هي حقيقه او ما حصلش. قلتي في تصريح صحفي مش ضروري تاكل كفته وحمام، في فنانين مش معاهم ولا مليم ولكن بيتعايشوا. كان قصد حضرتك ايه؟ انا عايزه اقول بالنسبه للشباب اللي لسه طالع، لسه هيبتدي، فيقول لك انت هتديني كام؟ لا لا، انت المفروض الاول تثبت نفسك، انا عشان اقدرك لازم اعرفك انت ايه، ممكن اديك الحد الايه الادنى بتاع الاجر لغايه ما انت تثبت نفسك وتثبت ذاتك، وبعدين انا اقدر اقيمك. لكن انت تيجي من البدايه كده تقول لي انا هاخد كام، ودي على فكره مش موجوده على مستوى بس الاعمال الفنيه او الخاصه بالاعمال التلفزيونيه او السينمائيه، لا 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 لا، حتى على مستوى جميع الوظائف واي مهنه. اللي بيجي الشاب اللي بيجي يقول لك انت هتديني كام؟ يا ابني مش الاول تثبت نفسك وتقول واشوفك انت عملت ايه وقدرتك قد ايه وممكن تاخد قد ايه؟ يعني فهم النظره الماديه بقت مسيطره على الشباب بشكل مش لطيف. يعني شايفة ان الفنانين الكبار اللي من جيل حضرتك بيتعرضوا لظلم كبير في الوسط الفني دلوقتي بغيابهم، او ما فيش كتابة ليهم تليق بيهم وبتاريخهم؟ لا ما هو انا بقول لحضرتك دلوقتي، لان حتى اللي بيكتب شاب، يعني الشباب هم اللي بيكتبوا، فين الناس الكبار؟ الناس كبار السن فين؟ يعني حتى لما بيكتب برضه، يعني يمكن معرفش هل في شركات الانتاج بتاخد منهم ولا ما بتاخدش، هل عندهم ولا ما، بس انا اعرف في بعض الكتاب عندهم نصوص واعمال لكن مش لاقيين حد ياخدها. يعني ما اعرفش برضو الاسباب ايه، يعني ايه الاسباب برضو ما اعرفش. لكن نتمنى ان كل الاجيال هي اللي تشتغل، كل الاجيال تشتغل، لان الحياه اجيال. الاعمال اللي حضرتك بتتابعيها دلوقتي؟ انا الاعمال التركيه. حضرتك بتتفرجي على مسلسلات تركي؟ بتحبي الدراما التركي؟ انا بتفرج عليها لان انا معجبه بممثلينها صراحه. ممثلين سواء السيدات او الرجال، الحقيقه واخدين بالهم من نفسهم قوي قوي. يعني تلاقي الجسم منحوت حقيقي يعني، وبعدين تلاقيهم كلهم بيمارسوا الرياضه بشكل كويس قوي، اعتقد ان هم برضو بياكلوا بشكل صحي. لان تبص تلاقي ايه الحيويه موجوده معاهم، ادائهم ممتاز، تعبيراتهم ممتازه، فاهمين الشخصيه اللي بيعملوها. برغم ان الاعمال التركيه الى حد ما متشابهه في يعني الغني والفقير او الفقيره او الطبقيه المنتشره، حقيقي حقيقي فعلا، او المافيا اللي يعني الى حد ما، وبعض والفساد اذا كان هناك فساد، يعني الاعمال تقريبا القيمه هي الوحيده المشتركه بينهم تقريبا اللي انا قلت عليها دي، الخير والشر. الخير والشر من خلال الغني والفقير، والفقير اللي بيحب الغنيه، او الغني اللي بيحب الفقيره، وازاي بيلتقوا
وبعدين لازم يكون في حد، يا الام يا الاب هم اللي وحشين، او الام والاب كويسين، او اي حد شرير يبقى موجود يعني. بس انا معجبه بالممثلين، فانا لما بتفرج بتفرج على الممثل. طيب ما ينفعش تبقى معايا الفنانه الجميله الرائعه الموهوبه انعام الجريتلي وما نفتكرش انا وحضرتك الراحله احلام الجريتلي؟ الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها. دايما وفاه الاخت دي بتبقى حاجه يعني تفضل للابد، يعني ليها مكانه وليها رهبتها وليها موقفها. خطفت بسرعه لانها طبعا ما كانتش تشتكي من حاجه، لكن قدر ومحطه ونزلتها خلاص. يعني ربنا الله يرحمها. المحطة بتاعتها هي جت ونزلت. آخر موقف جمع حضرتك بيها إيه؟ من خلال مكالمة تليفونية. كان تليفون، بتطمنوا على بعض زي كل يوم؟ آه. كنت بكلمها بس والله كان ما كانش في نفس اليوم، كان قبلها بيوم. وكانت عمالة بتحكي لي على كان ليها في مسلسل طلبوها فيه، بس كان عندها مسلسل تاني. فكانت بتحكي إنها هل تعتذر ما تعتذرش أو هتشتغل. فانا كنت بقول لها يعني ايه ما تجهديش نفسك، لو كنت حاسه انك تعبانه ما فيش داعي. يعني خليكي في التعبات عشان ما زعلش، هي الحقيقه ما كانتش بتحب تزعل حد. ايوه. لكن القدر بقى وربنا اختارها، الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها. طبعا افتقدناها جدا طبعا جدا جدا، لكن هي موجوده في قلوبنا وموجوده في عينينا وفي عقلنا في احلامنا. الله يرحمه، الله يرحمه. حضرتك يعني كنا سمعنا خبر ان كان ده اعتزال، فهل فعلا كنت حضرتك قررتي خاصه بعد فقدان اخت حضرتك ان انت تعتذري ورجعتي يعني تاني؟ لا هو ما كانش نوع من الاعتزال، لكن كان نوع من الصدمه. لانها كان عندها تصوير، يعني احنا كنا بنتكلم عندها تصوير، فكان في كانت في البرنس، تمهيد كانت موجوده في البرنس وقتها، كان بتعمل اللي هو البرنس احمد، لا احمد السقا او اتفضلي وامير كراره كان اسمه ايه، نسل الاغراض. كان بتصور نسل، وكان عندها اوردر. ايوه هي كان عندها اوردر يعني في نسل الاغراض. لكن طبعا هي صدمه انك انت فجاه كنت لسه بتكلموا معه يعني الحكايه فجاه، فطبعا حصل لك نوع من الشوك. لحد ما مش رفضت، بقيت عندي نوع من الايه مش عايزه اقول اكتئاب، لكن عايزه اقول نوع من الايه الرفض جواكي، انك انت يعني ايه يعني بقى الحياه فيها ايه يعني. انت عارفه بقى ممكن بني ادم يفلسف المساله يعني، وانا الواحد هيعيش معاها فجاه ممكن يموت وفجاه يعني. ايوه الواحد يبقى حصل له حاله نوع من الاكتئاب، وبعدين الصمت انه ده. حتى انا يعني ايه بيبقى احيانا لما بيكون جوايا حاجات كثيره، فببتدي امسك القلم واكتب، اكتب ما يتبادر في ذهني وكده يعني. خواطرك، تكتبي الخواطر بتاعتك. بترتاحي بترتاحي يا مدام انعام حضرتك، بترتاحي لما بتكتبي؟ طبعا. لكن للاسف احلام ما كتبتلهاش، وده شيء غريب. فهل انا مش مقتنعه؟ هل انا جوايا مش مقتنعه؟ ولا ان انا مش عايزه رفضة. اطلع خليني جوايا، هي تبقى قاعده جوايا كده وساكنه، بحيث ان انا مش عايزه اطلع انها مفقوده. معرفش يعني، انا ما حللتش المساله، بس للاسف انا ما كتبتلهاش حاجه. الله يرحمها ويغفر لها. ده شيء غريب، ده شيء غريب، انا نفسي مش عارفه افسره يعني. الله يرحمها. ممكن يكون رفض من حضرتك ان انت تعترفي انك فقدتيها. ما انا بقول كده بقى. ما انا لسه بقول لحضرتك صح. ان انا احتمال يكون ان انا ايه عايزاها تبقى جوايا، بحيث ان انا مش مقتنعه انها مش موجوده. حضرتك اللي اكتشفتي الفنان الراحل الجميل ممدوح عبد العليم؟ مش هو لوحده. طب كلميني عن ده. ممدوح عبد العليم وعبد الله محمود الله يرحمه، وائل نور الله يرحمه، الله ده الاولاد كتير مات، لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه. الله يرحمه. ممدوح وعبد الله ووائل
واحمد سلامه ومحسن محي الدين، محمد عبد الواحد، هلا انور، بهلا ابو اليزيد، احمد عبد الجواد. شفت ايه في ممدوح عبد الحليم؟ شفت ايه فيه؟ حضرتك شفت ايه في ممدوح عبد العليم؟ ممدوح عبد العليم اساسا كان بيحب الرقص وكان متفوق جدا فيه. انا كان عندي فرقه خاصه بالتلفزيون، انت عارفه ان انا اساسا مخرجه في التلفزيون. ايوه التلفزيون المصري، وكنت في مراقبه الاطفال. فكان عشان يعني استفيد انا كان المفروض اتعين في المعهد في فانا رفضت التعيين وقلت ان انا اخش في الحياه العمليه احسن لي. انا قال لي خلني دخلني في كارير التدريس، لا خليني في الحياه العمليه لان انا اشتغل باللي انا ايه درست في المعهد، وان انا عايزه ابقى امثل امارس العمل الفني يعني. ايوه فلما تعينت في التلفزيون قررت ان انا ايه، وكان في برامج، كان الاول في التمثيليات، وبعدين طلبني الله يرحمه ابراهيم عبد الجليل عشان ابقى مخرجه في مراقبه الاطفال. فانا طلبت منه، قلت له طيب احنا ممكن نعمل عشان يبقى معانا عندنا اولاد نقدر نستفيد بيهم في البرامج بتاعتنا وفي التمثيليات، يبقى اطفال موجودين هم يمثلوا، هم يمثلوا بدل ما نعرف نجيب حد من بره. فجبت عملت فرقه مكونه من حوالي 300 طفل. فكان طبعا بيكبروا، اللي بيكبر شويه خلاص بيبقى بنستغنى عنه الى حد ما. فكان عندي اولاد كتير. اولا اول حاجه عملتها لهم عملت لهم امسيه شعريه، وكان من شعراء الارض المحتل، يعني خدنا الشعر بتاعنا من شعراء الارض المحتل، وكانت امسيه جميله جدا بالنسبه للاولاد. وبعدين ابتدينا بقى ايه الاولاد يتدربوا بحيث ان هم ايه اقدر استفيد بيهم كراقصين، واقدر استفيد بيهم كمطربين يغنوا ويبقوا كورال وفي باصوله، واستفيد بيهم كممثلين. فكان اللي بيدربهم الاستاذ احمد نديم بالنسبه للرقص الجسماني يعني. ايوه فتنس. الفتنس يعني. ايوه. وبعدين بالنسبه للغنى كان معانا الله يرحمها رتيجه الحفني، وكنا بنقدم برنامج يلا نغني. فكانت هي بتدربهم بالنسبه للصوت. فممدوح الله يرحمه كان كراقص ممتاز واكثر من رائع. وبعدين انا في يوم من الايام قلت له ممدوح تعالى، كان عندي دور، قلت له يلا ادخل هتمشي. فكاتب بالنسبه له المساله غريبه وجديده عليه. الو ايوه سامع حضرتك كويس جدا. ودخل يمثل. ومن ساعتها بقى هو حب الحكايه وانطلق. طيب. فبقيت يشتغل بقى معايا تقريبا على طول. وبعدين كان عندي حاجه بعملها بالنسبه للاولاد، اللي ما كانش بيمثل في البرنامج النهارده يساعدني في الاخراج. ايوه فكنت بكتب على التتر بتاعي ساعد في الاخراج الاطفال فلان وفلان، وبيبقوا ايه 10 مثلا يعني، عشان يحسوا بالمسؤوليه. طب لو هسال حضرتك، كان معانا الحلقه اللي فاتت على طول فنانة الجميله الرائعه سميره محسن، قالت مع سميره محسن قالت معانا تصريح ان الفنان كل ما بيكبر سعره بيرخص، ايه رايك في الكلام ده؟ سعره بيرخص؟ والله يمكن تكون عندنا هنا في مصر بس. انا قلت كده فعلا، انا قلت زي حضرتك كده بالظبط، لان طبعا يعني انا يعني كنت حزين جدا وانا بشوف تتر من التترات مكتوب فيه مريم فخر الدين بشكل مهين جدا، فقلت معقوله رد قلبي فين والافلام الكتيره اللي هي عملتها وحكايه حب ايه ده؟ كانت حاجه، كانت اميره، كانت برنسيسه. طبعا كانت حاجه كده جميل، حاجه كده الفيديت الهاديه الرقيقه الجميله، وبعدين فجاه الاقي اسمها مكتوب بشكل مهين الحقيقه. زعلت. طبعا زعلت قوي. هي ست ربنا اختارها وفي مكان حلو وجميل، لكن انا حزنت عشانها. قلت يعني تاريخها كله ده اتمسح؟ مش ممكن،
مش ممكن يعني. حضرتك فنانة موهوبة بمعنى الكلمة، وعن جدارة ليكي مكانة في قلوبنا، وليكي مننا كل الاحترام والتقدير. الله يخليك. احنا مش بننساكوا ابدا ابدا، الوطن العربي كله مش بينساكوا ابدا. الفن مهنة للأبد، طبعا ملهاش عمر طول ما انت فنان، لان الموهبة ما بتروحش. لا وفي الحقيقة انا حبيت اسمع صوت حضرتك ونطمن جمهورك عليكي، واحنا كمان نطمن عليكي. الله يخليكي، وانا الحقيقة شاكرة ليكم جدا جدا وسعيدة بهذا اللقاء عبر الأثير، لكن إن شاء الله نلتقي إن شاء الله عبر الكاميرا بإذن الله قريب جدا إن شاء الله. تشرفيني وتنوريني. أشكرك. ماريل ستريب، مونيكا بلوتشي، صوفيا لورين، هسمع لكم ناس كتير قوي. احنا بنقعد قدامهم بنسم يعني، مش بس فنانين، لا 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 لا، الفن ملوش عمر ابدا. في بعض الاعمال بتبقى مكتوبه حلوه جدا، انا قلت لكم في بعض الاراء المهنيه بتقول انت لازم تبقى حياتي، وانا ست خريجه كليه اعلام، ولا امتهن اي مهنه في حياتي غير ان انا بشتغل في الاعلام. فدايما كانوا يوصونا اساتذتنا الكبار على الحياديه. مع تطور السنين وتقدمها لقينا ان في بعض النقاط لازم يبقى لك راي، لان الراي بيثبت هويتك. بقول الكلام ده علشان انا ده رايي الشخصي. في اعمال بشوفها، انا من الناس اللي لازم تتابع دراما، يومي طويل قوي، فباجي بالليل كده اشوف الحاجه اللي انا بتابعها، ولو مش موجوده ممكن اتابعها على تيوب ديجيتال يعني. طيب باجي اشوف اعمال مكتوبه بحرفيه او ادوار مكتوبه حلو، باين من السيناريو بتاعها باين، واجي الاقي الشخصيه اللي بتعملها ما اثرتش. فبتخيل بقى كده لو كان اللي موجود هنا الفنان فلان او الفنانه فلانه، كان هيبقى لها طابع ومذاق اخر. طيب واحنا معانا التقرير، تعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا.